صافا صافا الحمد لله. كنشوفوا جميع مواد التنظيف خير مورا. مرحبا بكم العيالات، ما نسيناكمش التعليقات، ما نسيناكمش مواد ديال التنظيف. عندنا شركه تركيه ومديرين فيها بروموسيون، عندنا مرطبات، عندنا منظفات اللي كيزيدوا واحد الحاجه اللي كيحيدوا ليا واحد البقعه اللي كتكون كما كنقولوا كتجينا صعبه. عندنا مرطبات بحال هذا ديال الحوايج الكحلين، هذا السير شركه تركيه. هذه فكره زوينه ما كناش نعرفوها، يعني الحوايج اللي نوار. هذه البقعه ديال النوار، ديال البقعه. كل حاجه مختصه عند الدور، كل حاجه والدور ديالها. بحال دابا هذا ديال الحوايج، دابا هذا ديال كيستعمل، دابا هذا ديال الطوموبيل كيستعمل في البقعه اسبرين، اي ديال البقعه البيضين، اي سميتو اسبرين. وين الشركه ديالهم؟ كل الشركه ديال هذا ديال لي طواليت، واحد المنظف لي الكلير، شي حاجه اللي طوب غادي يجيو لعندي. هذا شي جديد اخي مراد عندك في هذا المتجر. والبروموسيون اللي مديرين فيه هو ان هذا الا خديتيه كيبقى ب 21 درهم، ولا خديتي هذا ب 22، اما الا خديتي جوج تنخليهم حنايا غير ب 39 درهم. 39 درهم ديال 4 درهم اللي غادي تنقص عليك اخويا مراد. يعني كنت هكا مسؤول تجاري بالمتجر جود، كنشوفوك تبارك الله يعني وجه بشوش على سكينه 16، وكنسمعوا باللي فريمون هذا المتجر هو ديال الجود والكرم. يعني مرحبا بالجميع. السميه راه جات من الجود والكرم، حتى الاثمنه يعني في مناسبه اثمنه تفضيليه. اشنو تقدر تقول للنساء ديال 16 اللي كيحبوا المواد التنظيف؟ لكم مرحبا بكم في سيبيرات جود طريق بن حمد، والسلام عليكم. تحياتي لك. Is it really you? If I asked you to dance, would you say yes?